أستاذ فيصل جمال القيادي السابق بحزب الوفد وأحد أعضاء الحزب الحالي، لماذا هذا الاعتصام أستاذ فيصل؟ الاعتصام ده هو مطلب أساسي، هو إقامة الدكتور عبد السلام من رئاسة الوفد. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. راجل أعضاء حزب سنة، انبطاح تام، سوء إدارة، سوء قرارات سياسية، إهدار المال العام، خيانة أمانة، مفيش حاجة ممكن تسيب الحزب على الاسم. طب هل حضرتك منصب حضرتك الحالي في الحزب؟ أنا مفصول من عبد السلام تماما بدون قرار هيئة عليا وبدون تحقيق وفصل فايده، ورفعت قضية وكسبت قضية واخدت بالمضام، يعني خدت بالمضام قرار الفصل، يعني خدت حكم بالمضام قرار الفصل وبتعويض. وبالتالي حضرتك عضو في الحزب؟ لسه لست عضو؟ معايا حكم محكمة لسه لم ينفذ. طب وحضرتك مستمرين حتى امتى؟ متى يعني؟ مستمرين في هذا الاعتصام حتى امتى؟ يعني امتى؟ في